وكنت سأختم، لكن دخولي وجدت أن العدد قليل. لما؟ الناس نائمون، أين هم؟ في فرشهم. سبحان الله، نحن على مقربة من انتهاء الشهر. حديثي للجميع، يعني هذا الحديث ينقل إلى أبنائنا في البيوت، إلى إخواننا. لما أوشك الشهر على الانتهاء إذا بالناس يتقاعسون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد المئزر، يعني الختام يكون الجد فيه أعظم وأكثر، وهذا الذي ينبغي المسلم. لكن إن انصرمت معظم أيام هذا الشهر إذا بنا نتقاعس، ولا سيما عن صلاة الجمعة، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فالحرص الحرص، بارك الله فيكم. الإنسان ما يدري ماذا سيختم له، يعني تمر ليالي الشهر وأيام الشهر ولم تعتق الرقاب من النار، والله هذا خذلان، هذا خسران مبين. وأمارات الخذلان أن نفرط في صلاة الجمعة، بأن يبقى الناس في فروشهم يسهرون الليل ويصحبون ذلك بساعات من النهار تصل الساعة الثامنة أو إلى الساعة التاسعة، إذا بهم ينامون في الأيام الأخرى عن صلاة الظهر وربما عن صلاة العصر، وإذا بهم في يوم الجمعة كذلك. فأصبحت الجمعة كسائر الأيام عند هؤلاء من حيث التفريط، بل صارت أقل فضلا عند هؤلاء من الأيام الأخرى. فالحرص الحرص، لأن تمادي القلب واستمراء القلب للمعصية أو للتأخر عن الخير ربما يطمس قلب العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عند أبي داود في السنن: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلوها. فالحرص الحرص. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق حتى الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.